أهلا وسهلا بكم. في هذه الحلقة من حلقات Visual Basic .NET تمارين وتدريبات في لغة Visual Basic باستخدام مايكروسوفت Visual Studio إصدار سنة 2015، سوف نقوم بصنع دالة خاصة بنا والتي تقوم على التأكد من هل أن هناك نص اسمه النص المبحوث عنه داخل النص الذي أريد أن أبحث داخله. هكا إذا أفتح مايكروسوفت فيجوال ستوديو، أذهب إلى تمبليت أوف فيجوال بيزك دوت نت، أختار ويندوز فورم أبليكيشن، تطبيق ويندوز فورم، نوافذ الشكل، تطبيقات، نوافذ، أضيف اثنين تكست بوكس، اثنين علبة نصوص. العلبة النصوص الأولى تختزن النص الذي أريد أن أبحث داخله، وعلبة النصوص الثانية تحتوي النص المبحوث عنه، وأضغط على وأضيف زر وأضغط عليه ضغطتين متتاليتين. إذن سوف أرى الدالة التي أحتاجها. إذن الدالة اسمها my find string، إذن تأخذ كوسيط أول النص الذي أريد أن أبحث داخله كوسيط أول، والوسيط الثاني تأخذ متغير، يعني وسيط من نوع string أيضا، والذي يهتم لي بالذي يخزن لي الذي يمثل لي النص المبحوث عنه. طبعا القيمة المرجوعة هي على شكل بوليان، إما true إما false. إذن إما string to search موجودة داخل string، عفوا، إما string to search موجودة داخل search in this string أم لا. إذن أصرح بمتغيرين مؤقتين اسمهما buff واحد وباف اثنين، بافر واحد وبافر اثنين، وأضيف الكاونتر ان. إذا أعمل سكانينج للجملة المخزنة في البارامتر رقم واحد، ألا وهو الوسيط الأول، ألا وهو search in this string، حرف بحرف. إذا أقوم بعمل دورات من واحد حتى الطول search in this string بخطوة واحد باستعمال الأداة for next، نوع الدورة for next، ثم أقوم بعملية المسح. مثلا الجملة أزرتي هكذا، أريد أن أبحث عن مثلا Z-E-R بالإنجليزية. إذا من واحد عندي حتى واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، إذن عندي ست دورات. ست دورات ثم ماذا بعد؟ إذن أقوم باستخدام الدالة ميد، أعطي لها أزيرتي، النص أزيرتي، ومن أجل كل دورة يمسح من أزيرتي، من هذا النص أزيرتي، النص الذي يبدأ بالكاركتير رقم إي وطول النص المبحوث عنه. طول النص المبحوث عنه هو ثلاثة. إذا ميد أزرتي إي ثلاثة هكذا. إذا من أجل إي يساوي واحد، ماذا لدينا؟ من أجل إي يساوي واحد لدينا
لدينا الميد إلى آخره هنا تساوي الميد هذه نفسها هي هذه الميد تساوي A-Z-E بالفرنسية هكذا ثم من أجل E هكذا يتم المقارنة مع string to search النص المبحوث عنه هو ZER هكذا نرى أن AZE لا تساوي ZER أنا أتكلم باللغة الإنجليزية الأحرف باللغة الإنجليزية إذن غير متساوية إذن يذهب إلى الدورة الموالية E يساوي 2 لما E يساوي 2 ميد التي صنعتها كم تساوي ZER هكذا بمعنى آخر تساوي ZER هكذا لأن ميت في الأصل هي AZRT 2 ينطلق من 2 ويمسح الطول string AZRT بمقدار الطول string to search هي 3 إذن انطلاقا من 2 يمسح حتى 3 إذن زير نقارنها مع string to search اللي هي أيضا زير ZER نجد أنها هناك تساوي عندما يكون هناك تساوي أرجع true وأخرج من الفانكشن أخرج من الفانكشن إذا وصلت إلى هذا السطر أي أنه لم يتم حدوث تنفيذ return true وبالتالي لم يتحقق هذا الشرط وبالتالي فإنه string to search لا تتواجد داخل search in this string إذن أرجع false إذن في التستينج أجرب my find string في علبة رسائل النص الذي أريد أن أبحث داخله هو textbox1.txt والنص المبحوث عنه هو textbox2.txt إذن مباشرة F5 إذن عندي هذا النص أجرب يخرج لي true لأنه زيرتي موجودة هنا زيرتي هكذا إذن سوف أجرب مثلا 3 3 6 5 HGK وأجرب HG إذن true أجرب مثلا HJY في string الأول يخرج false S D F G H G أختار مثلا D F هنا D F نورمالمون من المفروض تخرج لي true إذن تخرج لي true في الأخير إلى اللقاء وأي سؤال يتم طرحه.